لم تعد عيناي ترى، آمل أن أحصل على مساعدة. حسن، من تكون؟ إن هذا أمر مهم. أي خلاص يا غبي، لقد أخذناه. يا إلهي، أتظنه معك؟ لسنا السبب في ذلك، لقد سقط لوحده، أليس كذلك؟ طبعا بالتأكيد. لنرى، ولكن ما هذا؟ لا يوجد طعام فيها. لا حظ لدينا. السرقة لم تعد مهنة مربحة. اذهب إلى الجحيم، دعونا نذهب. هيا. هيا يا لالا لنعد إلى المنزل. وليس الآن، لنجمع بعض الزهور. انظر، هناك ورود جميلة. هناك جثة شخص ميت. ماذا؟ صحيح؟ حقا. من يكون يا ترى؟ ما زال حيا. هذا صحيح؟ إيه، إصابته بليغة جدا. يبدو أنه سقط في الحفرة. اسمعني يا رحمون، جئت لأخبرك بأمر مهم جدا. إنه ذاهب إلى والد سنان. بنان، ساعدني قليلا. لا لا، اذهب للدكتور نعمان. سأذهب حالا. احمل. ماذا ينبغي أن نفعل؟ هذا العجوز صديق لوالد سنان. كيف حاله يا دكتور نعمان؟ عظم الذراع فيه كسر، ولكن الجرح ليس خطرا، وقلبه ضعيف بسبب كثرة الإرهاق. هل سيشفى الآن؟ إذا أخذ قسطا من الراحة. إذا سأبقيه في بيتي حتى تتحسن صحته، لقد كان معلمي وأنا مدين له. شكرا جزيلا يا رحمون. لقد فهمت أنه معلمك. إذا لقد هوجمت من قبل اللصوص. ولماذا جئت إلى هنا في الليل؟ أي سبب حملك على هذا؟ تعاني قريتنا من جفاف رهيب جلب إليها الفقر، فقلت لنفسي لنستفد من الكنز المدفون في غابتكم. الكنز المدفون؟ نعم، انطلاقا من الوصف الموجود على الخريطة، فإن الكنز في الغابة. أيوجد كنز في غابتنا الجميلة هذه؟ أجل، هذه هي الخريطة، دعني أراها. دعني أنظر إليها. ترى ماذا تعني هذه الإشارة؟ لا أدري، إنه رمز غريب. يا إلهي، سأخبر زعبور بكل هذا. هذه الشجرة مع الأنف والعيون هي الأناناس. نعم، إنها تشبه الأناناس. دعنا نبحث عن الكنز من أجله، إني متأكد من وجوده. هيا، فأنا مستعد لذلك. ربما الأطفال أكثر حظا من الكبار. رحمون، أنت والد سعيد بهذا الطفل الشجاع، أليس كذلك؟ لست متأكدا. ولكن تذكروا بأن العمل مهم وخطر جدا، فكونوا حذرين. حياة القرويين في يدك الآن يا سنان، فحافظ عليها. أعدك بأنني سأجد الكنز. بنان، هيا بنا بسرعة. جاهز. ماذا تقول؟ خريطة لكنز ثمين مدفون؟
وأنت الذي رميتها بسبب عدم وجود طعام فيها، أليس كذلك؟ أمر طبيعي لأننا أغبياء. ماذا تقول؟ بمقدورنا أن ننتزع هذا الكنز، أليس كذلك؟ هذا صحيح. لنبدأ بالعمل فورا، هيا تحرك. هيا. سيحتاجون لوقت طويل في البحث يا سيد. إن موضوع الخريطة لغز، ولابد أن يكون الكنز قريب. حسنون لقد دفعتني لتستأثر بالكنز المدفون وحدك، ألم تفعل ذلك يا شرشور؟ أرجوك ليس أبور، سيأخذون الكنز بينما نحن نتخاصم. لا لا الحقوا بنا، هيا أستطيع السباحة سأغرق. يا لك من غبي أحمق، أي يجب أن نحصل على الكنز الجميل. انتظر زعبون، هل أنت بخير؟ لماذا دفعتني يا شقي؟ لماذا؟ الكنز، الكنز. يا إلهي اتبعوني. ماذا يعني الأنف في العين؟ دعني أتسلق الشجرة. هيا. لقد عرفت الآن، لقد عرفت كهف الجبل. بنان، إني أرى كهف الجبل. الكنز مخفي هناك. أجل، أنا الكنز الثمين مدفون في كهف الجبل. إذن هيا بسرعة. هيا اسرعوا اسرعوا. لقد وصل سنان وبنان، انظر ماذا سأفعل الآن. هيا الآن. الكنز ملك لنا الآن، هيا بسرعة. هيا. شكرا لك، أنا سعيد بذلك. دعنا نتسلق من هنا. نتسلق هذا؟ أجل، إذا حاولنا نستطيع تسلقه. بنان، إنهم ينتظروننا ليأخذوا الكنز، يجب أن نحاول أكثر. حسنا، سنحاول. يا ترى هل هم بخير الآن؟ سيكونون بخير
ربما هناك بعض المخاطر لا أكثر. إني آسف جدا، اعتقدت بأن ذلك سيفيدهم لاختبار أنفسهم. هذا صحيح، لقد ذهبوا مبتهجين، ولكني متأكدة من عودتهم والكنز معهم. آمل ذلك يا لالا. لقد ورطتني يا زعبون، لا نستطيع التسلق أكثر من ذلك. هيا تشجعا، سنصل إلى الكهف قريبا. هيا بنا. حسن، هيا بنا. هيا بنا. انتظراني. لم يبق إلا القليل ونصل إلى الكهف. ولكنني تعب جدا. يجب أن تتحمل التعب، وإلا ذهبت وحدي. انتظر، سأتي حالا. وصلنا. إن هذه الكهوف مخيفة. في أي كهف يوجد الكنز؟ بالطبع في الكهف الأيمن. هيا لنرى. هيا. استجمع قواك يا زعبون. أعرف ذلك، لا تجلس فوقي. أي 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 أي. والآن ابحث عن الكنز، ابحث عن الكنز. أين الكنز حبيبي؟ حبيبي كنز، أين أنت؟ ها هو الكنز. أعقد عليك. زمزمة. بنان، لقد وصلنا الكهف. إنه كهف مخيف، الكنز في أي واحد يا ترى؟ هناك دائرتان على الجانب الأيمن، هيا بنا لنذهب. سنان، هل تعتقد بأن كنزا يوجد هنا؟ لا أدري. ماذا يا عزيزي؟ ماذا ترى؟ أي طريق تقترح أن نسلك؟ لنأخذ الطريق الأيسر. هذه هي نهاية الكهف. هل تعتقد بوجود مدخل سري؟ حسنا، دعنا نبحث. خائف، هيا لنعود. وإلا تحولنا إلى جماجم. عندكم حق، سأتسلق أولا. لا أستطيع. لا أستطيع تسلقها، سنموت هنا. لا أريد هذا الكنز اللعين. سنحصل على الكنز ولو كلفنا حياتنا. انتظر لحظة، هناك مدخل. كلا، هيا إلى الأمام. زعبون، أنت بطل الكهوف. زعبون، أنت أرجع منا، فتقدم أمامنا. أبطبط أبا حسن، اتبعوني. هيا. يبدو أنها هي مصرحة. يا إلهي، هذه رواسب كهفية جميلة جدا. أسمع صوتك.
أعلم بوجود رواسب كافية هنا. ولا أنا. زيدان وبنا تعبور سيصلون قبلنا إذا لم نعرقل مسيرهم. لن ينتهي السباق بعد، سأحدثهم في الكهف إذا تطلب الأمر. ما هذا؟ صندوق المجوهرات. لقد نجحنا، لقد نجحنا، لقد نجحنا. هذا هيكل عظمي، لا أستطيع سحبها، ساعدني يا بنان. العظمي ربما كان لحارس هذا الكنز. هيا لنذهب يا بنان، هيا. أمر غريب، إنه طريق مسدود، غير معقول، فنحن قد أتينا من خلال هذا الكنز. سنبقيكم أحياء إذا أعطيتمونا صندوق. من أنتم؟ ربما حراس الكنز. بل إنه زعبور، ألم تميز صوته بعد؟ عزل هيا. يا لك من حيوان، اترك هذا. هيا استسلم بالحال، هذا مستحيل. لقد حصلنا المكان بالحجر ولن تستطيع اختراقه، الافضل ان تستسلم. ليس لديكم اي امل بالخروج. لا استطيع المقاومه اكثر. حسنا، لا خيار عندنا، لنخرج الاحجار من الصندوق. هيا. حاضر. حسن حسن سنستسلم. حسن فأتم، أعطونا صندوق في الحال. حسن هذا هو الصندوق. سلم الكنز أولا. كلا، ابقى عند وحدك. مجنون، لن تستطيع الخروج من هنا أبدا. خدعناكم. يا إلهي، كيف سنخرج الآن؟ لنحاول الخروج من خلال الجدار. هيا، هذا غير ممكن، سنموت هنا. إنها هرة أرضية أخذت من مكان قديم. لا تكن مضحكا، لقد جئنا لمساعدتكم. يجب إبعاد الحجر. زنان، أنت شهم جدا لأنك تساعدنا بالرغم من إساءتنا. لا ترتكب خطيئة بعد الآن. أبدا، أقسم لك. اسحب. لقد أنقذنا من الموت. شعور جميل. إني آسف يا سنان، وسأعيد هذا إليك. كلا، بل يجب أن تأخذها. حقا أخذه أنا؟ يا لك من إنسان كريم. لقد أنقذت حياتنا ومنحنا الكنز. نلتقي بكم في وقت آخر. وداعا. لنقتسمه يا زعبور. لا تكون متسرعين كم أنتم تشعر. تريدون اقتسامة؟ هذه حصتكم. لقد أحسنتم صنعا، أشكركم، أشكركم. هذا واجبنا. أيها القرد العزيز، لقد قام بتنفيذ الواجب فقط. سأشتري بالنقود طعاما وفيرا إلى الأصدقاء، وسيفرحون به كثيرا. شكرا جزيلا يا سنان، وأنت أيضا يا بنان. احترز جيدا أيها القرد. بلغ القرويين تحياتنا.
وداعا. وداعا أيها القير. وداعا أيها الأصدقاء، وأشكركم كثيرا.